احنا دلوقتي رايحين على الفان فيست بتاع كازان عشان نتفرج على ماتش الارجنتين كرواتيا. My name is Arya and I'm from Iran. It's a great opportunity for people to gather here and watch the matches together and love each other more and more. And I have a message for great people of Egypt. We love you from Iran. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. شاف بلاوي الأرجنتين هانت عليه بلوته. يعني مفيش تعليقات كتير قوي حاسس ان انا اعرف اقولها على ماتش امبارح. قال لي ان كرواتيا اكيد هتنافس على المربع الذهبي هي السنه دي، يعني لو استمروا يلعبوا زي ما لعبوا امبارح. عمرو بيكتب تذكار كده في الفان فان فيست بتاع كازان. هي دي الرياضة، يوم كده ويوم كده.